للوقوف على الدور الأمريكي في تشكيل الحكومة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي. أهلا بك دكتور حسن معنا. بداية، الأزمة السياسية التي يعيشها العراق تتصاعد في ظل خفوت للدور الأمريكي مؤسس العملية السياسية في العراق ما بعد الاحتلال. السؤال هنا، كيف تقرأ هذا الموقف من واشنطن تجاه الأزمة؟ والله عزيزي، تعرف القضية الآن، الأمريكان طبعا أولا من زمان هم وكلوا بين قوسين إيران والدول المجاورة لقضاء العراق بعد أن حطموا كل شيء فيه. ثاني الآن شغلوا بمهمة جديدة وهي حرب أوكرانيا. تدري شغلت العالم الآن وهم ماخذين الدور الفعال بها، ولذلك ما عندهم الآن قدرات للتفرغ العراق. الأمر الذي راح يفتح مجال إيران أيضا أن تطور موقفها في العراق وفي سوريا وفي مكانات أخرى. إذا كيف يمكن دكتور حسن مقارنة موقف أمريكا من تشكيل الحكومة المنتظرة بمواقفها بالتدخل المباشر أو غير المباشر في أزمات تشكيل الحكومات السابقة؟ الولايات المتحدة مع الأسف، طبعا مو مع الأسف، يعني هي دولة محتلة سقطت العراق، وتعرف أنه جابت قوى غير وطنية غير كفوءة، طائفية سواء أو عنصرية سواء كردية أو عربية وسنية وشيعية، ولذلك هذا التخبط يخدمها أولا، ويخدم إسرائيل من جهة، ويخدم الدول الأخرى المجاورة للعراق خاصة إيران وتركيا وحتى الكويت والسعودية. ولذلك هي الآن ما متفرغة، يعني العراق نسيتها بالواقع، ما يشكلها مشكلة، خاصة الآن فرغت إلى تركيا، لأن تركيا صارت هي قاعدة حسن الأطلسي لمحاربة روسيا، فتفرغوا وانتقلوا اهتماماتهم إلى مكانات جغرافية أخرى. إلى سؤال جديد دكتور حسن، يعني إلى أي مدى ترى أن سياسة بايدن تجاه إيران دفعته إلى عدم التصعيد معها في العراق؟ سياستها طبعا، أولا الفرنسيين ماكرون أولا وزائدا بايدن يعتبرون إيران، ينطوها قوة، يعني يعتبرون القومية الإيرانية والقومية التركية هم أقل خطر بين قوسين على القومية العربية لو صارت هي تضامن عربي يعني انفتاح تقدم إلى آخره. ولذلك هم يعرون أهمية لهالدولتين أكثر مما يعرون أهمية لـ 23 دولة تسمى عربية بالاسم على صف. نعم. طيب اعتقادك دكتور حسن، يعني هل يعني ذلك أن بايدن قرر ترك ملف العراق لطهران في إحدى تسوياته في الملف النووي؟ هل يمكن أن يكون هذا حصل؟ نعم، ترك بشكل فاعل رئيسي، خاصة قلت لك بعد شهرين من الآن، صار مرة أرحمر شهرين في الغزو الروسي إلى أوكرانيا. ولذلك القضية إحنا عدنا، يعني ما لازم نرمي غسيلنا على آخرين. المشكلة عراقية هي صارت الآن، هي كانت عراقية زمن صدام والآن أيضا بقت عراقية. أما أنه نبرر للأمريكان مرة وللإيرانيين ولغيرهم، فهذا هو الضعف الداخلي، ضعف القوى الوطنية والوعي الوطني والأخلاقي والإيماني إذا صح التعبير، ونحن الآن في شهر رمضان. نعم. طيب فيما يتعلق بالتسويات الأمريكية الإيرانية في حال كانت حصلت على الأرض فعلا، هل يمكن تفسير غياب القصف الأمريكي لمواقع الميليشيات التي استهدفت سابقا المصالح الأمريكية خلال الأشهر الماضية عدة مرات؟ هل يمكن اعتبار هذا أنه يحصل في إطار سياق مقاربة أمريكية إيرانية؟ هل يمكن أن يكون هذا حصل بالفعل؟ اتفقنا على هذا المنطق، قلنا ولا ذلك إعادة التفكير بهذا الموضوع ما يخدمنا. يعني خلنا نتساءل لماذا 6 أشهر مضت ومثل النواب انتخب 329 نائب وأقسموا اليمين بالإخلاص الوطن أرضا وسماء، لم يتفقوا على جمع أغلبية اللي 165 نائبا. هاي مشكلة العراقية، مشكلة بايدن وإيران تتلاعب. ولذلك لما القسم، يعني هذا 329 نائب ونائبة، هم الآن قد يسمعون نائب ونائبة أقسموا، فالخلل وين؟ الخلل مو ببايدن ولا بإيران، الخلل عراقي بالحقيقة، الخلل عربي وكردي وسني وشيعي، وأكثر شيء هم أخواننا السنة الذين يهرولون إلى إيران، وخاصة عندك الآن
محمود المشهد ناني، سالي العبيدي، مثنى السمرائي، ابن سلطان هاشم، كلهم معتهم حتى كرامة، لا بمذهبهم ولا بدينهم ولا بقوميتهم، يركضون وراء نور المالكي. ولذلك المفروض الآن أكو مشكلة عراقية، مدى يصير النصاب القانوني؟ لأنه إيران يهمها الآن حاليا تسوي حكومة توافقية وليس حكومة أغلبية. توافقية يعني تشكيلة من كل القوى وبضمنها القوى التي تؤيدها. ولذلك يعني أنا شخصيا ما أظل ألوم الإيران، يعني العرب ليس مثل ما نقول بالابن آوى وبالذئب، بل العرب بالراعي. نحن مشكلتنا يمن الداخلية. السؤال الأخير لكسب وجودك معنا دكتور حسن، يعني إلى أي مدى ستؤثر سياسة أمريكا بتبريد المشاكل مع إيران وعدم إزعاجها في ملف العراق على توازن القوى في رسم خريطة العلاقات الداخلية والخارجية في العراق؟ الاهتمام بالسياسة الإيرانية هذا شاغلكم أنتم، هذا ما مهم. المشكلة العراقية يا أخي، الآن أمريكا منشغلة باهتمامات أخرى غير إيران وغير العراق، مشكلتها عالمية، حرب عالمية ثالثة قد تحصل. ولذلك الفلسفة مال قناتكم وقنوات أخرى يجب أن تنطلق بهمومنا المحلية، لا نرمي. وضحت هذه الفكرة. سألتك عن المشاكل وكيف يمكن أن تؤثر على يعني سياسة أمريكا بتبريد المشاكل مع إيران وعدم إزعاجها، كيف يمكن أن تؤثر على توازن القوى في رسم خريطة العلاقات الداخلية والخارجية على أي حال؟ شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي، شكرا جزيلا لك.